دەربارەی ڕەوشە جژنە ڕەمەزانی نەها باوایەکی زیندی جوان ئەحمەد ڕۆژنامەڤان لەگەڵ مەیە برێز جوان دەپێشیێ دە جژناتە پیرۆز بە ڕەوشە جژنێ لە هەرێمی چاوایە خەلکێ چاوا پێشوازیە چاوا ڕۆژا پێشی ژی دەربازکردن ژڤێ جژنی سپاس جژناوەژی پیرۆز بێ و هەرپاسکێفی خۆشی لوا و ملەتێ مە تەباهی دەرباز بە خێر و سلامەت راستی ڕەوشە رمضان ایثار به روشاوی البازار کوردی تواهی گلکی خوش بو گلکی باش بو ندروز اول دت بری وی یعنی گلک پروشگاه د غاوا ته د مصادر د گوتن ایثار کاری ما او کلیار ملت شکر را او جلا او غرادر گلکی باشه له دروجا یکمین دا وای رو ام دروجا د دوان د بازار قامشلو تایبتی د دبینه کولان بازار قامشلو والا ست گیدلی جم دایکا دایک سرتن او دایکی گو هستران د بارین سر زارو کی خو زارو کی گو بونا پنابر ل اوروپا ل کوردستان ل ترکی ابا هاجی بو وجهه ترسکی جهه خوشی کی جهه ایشکی همان زمه د زارو کا جی دوات بینه زارو جی نوق ويكيف وعشقا برق ودقرين أبجي حموجي سدم ويهنا الآلي كي دن قلق تدبيين جياني جي كين بونا الملت طايبتي الكتريك يعني تدربات كي جا مالي دبي تدبيني ننخوا ونالمهوان ننخوا بكارين تشوازي عبت نجبر الكتريك بلنا طايبت جبرنا ها وروشا باجيز قرمان دربان سدين وآلي كي دن جي روشا عبوري روشا عبوري جي هر هرب زحمتي سملت دربي و زحمتیه گو دبی پشتی گو خاصتاً گو آموزه ایثار راستی گو سر ملت در درباز بودن باشی. گلکس پاس جوان احمد روزنامه‌وان گو تشکامش لول گلما بو گلکس پاس بودم و بچداریاته.